السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا جينا هنا يا جماعة عاملين لكم جولة في حاجات بورسلين وسيراميك وحاجات فرن، لقيتها أسعار جميلة جدا، وسألت صاحبها على الأسعار وهو معاكم هيقول لكم الأسعار اهوت. قول بقى يا إسلام الحاجات اللي عندك دي بتبدأ من أول أسعار كام، وأسعار الحاجات دي إيه واستخداماتها إيه بالظبط؟ عندي حاجات بتبدأ من 15 لحد من 30 وال 35 ده أقل رينج، في حاجات تانية ب 75 دي السلافيس بتخش على الطواجن بتبقى عاملة 85 و 75. ماشي، دي بتدخل الفرن ولا كله بيخش فرن وميكرويف بيتحط على النار مباشر؟ في اللي بيتحط على النار مباشر وفي اللي بيخش الفرن فقط لا غير. تمام. طب لو قلنا دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت سلطة او مثلا طحينة او اي حاجة، بتاع اي حاجة للتسالي او سوداني او اي حاجة. سعرها كم دي؟ دي عاملة 17 ونص. 17 ونص، لو هيخدم عدد 6 مثلا لو هيبدا عدد بيتحسب على 15. تمام. طب ودي اللي هي ايه؟ اطباق الجاتو. القطعة الواحدة تبقى عاملة 17 ونص، ولما بتاخدي الستة على بعض بيتحسب لك على 15. طيب ده المقاس 16. الاشكال بتاعتها جميله جدا والرسومات بتاعتها شيك جدا وسمبل، يعني تتقدم في اي عزومه تشرفك بصراحه، لان هي اشكالاتها تحفه. في هنا مجرات، في الوان كتير، الواناتها كتيره جدا، اخضر والزيتي والاسود والاشكال كتير، والشكل كمان مختلف، في ما بين المدور واللي هو تقريبا حلقه مربع كده شويه، وده اللي هو المدور، واحجام مختلفه طبعا، وفي اللي هو الصغير بتاع القهوه برضو الوانات، وفي المجات اللي هي ملونه عليها رسومات. ماشي. طب واللي هو المربع الاسود ده اسمه مربع ياباني، ده اعلى شويه بيبقى عامل 40 جنيه الطبق، بس ده عشان ديزاين ياباني. في حاجات تانية عشان تصميم مستورد يعني. في حاجات تانية بتتراوح من 35، لما بتاخدي الستة بيتحسب على 30، ده جميع المربعات اللي ورا. تمام. وفي برضه ورا يا جماعة سلافيس كبيرة اهيت عشان العزومات، شغل فنادق طبعا، لأن الحاجات ديت برسلين من النظيف، والأسعار بتاعتها رخيصة جدا الصراحة بالنسبة مقارنة لو هنشتري الطقم من بره. وفي منه اللي هو المسطح، وفي الغويط بعده شويه، وفي الكبير ورا خالص، يعني الطقم على حسب ما انت عايزه، مسطح وغويط شويه لو انت عايزه الغرب، واللي ورا خالص اللي هو لو هتحطي مثلا رز بسمتي او مكرونات او اي حاجه مع قطع فراخ او حاجه زي من احنا ما بنعمل على القناه طبعا. وفي ورا البولات بتاعه الشوربه الكبيره اهي، وفي واحده برده ورا اهي، وفي هنا البولات اللي هي ملونه شكلها جميل جدا بصراحه، في منها اسود وأورنج، ودي اللي هي الطواجن الصغيره، وفي ازرق، وفي منها الوانات برضو بني، فيه كل الاشكالات بصراحه شايفين. وفي برضو مجات اللي هي مشالمو ورق اهي برضو موجوده عنده، وفي ازاز الميه. ماشي يا اسلام، قول لي بقى اللي هي الطواجن اللي ورا دي، التواجن الاصفر والاورنج، في جميع الالوان بما فيهم ابيض عامل 65، الالوان بتبقى عامله 75، في المقاس الوسط اللي هو ده وسط ده عامل 55، في المقاس اللي على قد ورقه واحده ده عامل كام؟ هو لونه رصاصي يعني لونه سيلفر كده، هو مش لونه مش متطرب بس هو لونه كده. تمام. دي اللي هي على قد وجبه واحده، قد وجبه واحده بكام دي بقى؟ دي ممكن ده عامل 35، طاجن باميه صغير او مكرونه فرن صغيره او كوسه بشاميل على حسب طبعا. هناخد شويه حاجات من هنا لان الحاجات دي. رجعت تاني يا حبايب قلبي البيت بعد ما اشتريت كام قطعه كده من المكان اللي انا قلت لكم عليه بتاع الحاجات اللي هي البورسلين والسيراميك والحاجات دي. طبعا انا كنت عاوز اشتري حاجات كتيره جدا، بس طبعا يعني ايه مننا اخر الشهر وكده لسه المصروف لسه ما جاش في ايدي. المهم يعني جبت على قد المتاح معايا دلوقتي، وبعد كده ايه بنزل اشتري الحاجات اللي انا محتاجاها تاني. جبت اللي هو ده عجبني جدا، ممكن احط فيه سلطه، ممكن احط فيه طحينه مثلا تكون كميه، ممكن احط فيه ترشي او مخلل او
او الحاجات، او حسب بقى ما انتم ما بتسموه عندكم يعني، اللي هو الزيتون المخلل والجزر والليمون والخيار والحاجات دي. وممكن برضه استعمله زي تسالي، زي ما هو ايه اللي بيبيع الحاجات دي قال لي. جبت 2 من دوت، هو كان بيقول الواحد طبعا ب17.5، بس انا خدت 2، الواحد على 15. شكله جميل جدا بصراحة يعني، والشكل عجبني لان هو سيمبل جدا ومفهوش تفاصيل كتير. انا بحب الحاجة البسيطة اللي هي السادة زي كده. وجبت دوت اللي هو زي طاجن فرداني كده، هو عليه من هنا زي خطوط كده، زي رسمة بسيطة، طبعا بسيطة جدا ما فيهاش اي تفاصيل. وقلت ان انا هعمل في ده مثلا طواجن فرداني كده، على قد حاجة مثلا اكون انا بحب اكلها وغيري ما بيحبش ياكلها، بحيث ان هي برضو ايه يعني تشد الاخرين. مثلا لو هو زي مثلا كوسة انا بحبها واللي عندي هنا ما بيحبوهاش، او بامية، او سبانخ بلحمة مفرومة مثلا، او بلحمة ضاني، يعني حاجات من اللي هي انا بحب اكلها دي. فانا برضو قلت هعمل ده على اساس ان هو زي وجبة واحدة كده مثلا، ما ياخدش كمية كبيرة، وفي نفس الوقت يبقى منه للتقديم على طول، مش محتاجين بقى ان احنا نغرف في حاجة او كده، لان هو يدوبك على حجم ايه يعني، على حجم طبق الغرف تقريبا. ده برضو كان بيقول ب35، بس انا خدته ب30 برضو، يعني ايه نزل من كل حاجة حوالي 5 جنيه، 2 جنيه كده يعني. والفنجان ده طبعا انا بشرب قهوة كتير طبعا، عندي اطقم في النيش عندي وفي المطبخ، اسمه ايه دوت، اللي هو الاركوبال والصيني، واللي هو اللي لونه عسلي ده، اللي هو ايه اللي بنسميه بايركس. بس طبعا انا حبيت الشكل ده، بسيط جدا جدا وشيك وشكله كيوت قوي، حبيت اجيب منه برضو. بس جبت طبعا فنجان واحد كده مؤقتا، وان شاء الله برضو قلت له ايه هعدي ياخد بقيت الكمية اللي عنده، لان انا بحب شرب القهوة جدا، وبحب اشربها في فناجين شكلها مختلف كده برضو، عشان ايه يعني الواحد يبقى بيشرب حاجة على مزاجه يعني. من هنا شكله بسيط مفهوش فيه تشابيح بسيطة كده زي فروع شجر بسيطة، ومن هنا الشكل ايه يعني اوضح شوية، هو شيك جدا، حتى الرسمة بتاعت الايد بتاعته شكلها حلو، الحاجات دي بسيطة جدا وعجبتني. وجبت لابني برضو المج ده على اساس يشرب فيه عصير او مية او لبن كاكاو او لبن بالشوكولاتة او اي حاجة حسب ما هو حابب. هو نظام زي برطمان كده وفيه غطا، والغطا دوت له فتحة كده اللي بندخل فيها الشاليمو. كان شكله كيوت قوي وشكله جميل، هو اختار اللون ده، كان فيه طبعا احمر وفيه بامبي وفيه اورانج وفيه اللي هو اللبن السماوي ده، فهو اختار اللون ده على مزاجه. شكله ظريف جدا بصراحة. ده كان سعره 15 جنيه، والفنجان بالطبق بتاعه الصغير ده كان سعره 25. المهم ان احنا ايه يعني خدنا كل الحاجات على بعضها كده ب100 جنيه، مش بمبلغ قوي يعني، هي حاجات بسيطة. بس انا برضو حبيت اوريكو حاجة من اللي انا جبتها، لان طبعا كل حاجة بشتريها بحب اشاركها معاكم وتقولولي رأيكم، يعني ايه رأيكم في الحاجات دي، كنت اجيب الملون احسن ولا اجيب اللي هو السادة اللي هو الاوف وايت ده، هو مش ابيض، الالوانات دي مش بيضة، الالوانات دي اوف وايت يعني. هو انا غسلته لما جيت غسلته طبعا، وعشان التراب والعفرة والحاجة اللي بتبقى عليه في الشارع وكده، لان هي العربية واقفة في الشارع فاكيد بتلم تراب كتير من الجو ومن العربيات، لان المكان كنت انا بصور فيه دوشه جدا، معلش اعذروني، المكان كان دوشه جدا لان احنا كنا واقفين في الشارع اصلا جنب يعتبر زي موقف كده عندنا في المحل هنا. عاوزكم طبعا تعذروني على الصوت، لان انا طبعا اخد دور برد، ربنا يشفي كل مريض يا رب، وسخونيه فربنا يستر يعني، وما تكونش كورونا ربنا يستر ان شاء الله يعني. السخونيه الحمد لله راحت، بس هو البرد بيطول معايا شويه، لان انا ما بحبش اخد علاجات يعني ولا حاجه من دي، ولا بكشف ولا بتاع، انا بس بمشيها شاي بليمون واكتر من كده ما بعملش.
الله المستعان، يعني ربنا يشفي كل مريض يا رب ويزيح عننا الوباء والبلاء ان شاء الله. لو عجبكم بقى الفيديو يا حبايب قلبي ما تنسوش تعملوا لي شير للقناة، وتعملوا لي لايك، وتعملوا لي تعليقات كده جميلة زيكم، وتدعوا لي دعوة كده جميلة زيكم بصلاح الأحوال وبالشفاء ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.